أكد وزير الدوله للشؤون البلديه ووزير الدوله لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع على رفع مستوى النظافه في مناطق الوفره الزراعيه وتشبد والعبدلي خلال الشهرين من خلال توفير نواقص الآليات التي تعانيها تلك المناطق وتؤثر على النظافه العامه بشكل ملحوظ. نعم وشدد الوزير الشايع خلال جولته التفقديه في مزارع الوفره برفقه المدير العام للبلديه أحمد المنفوحي ومديري إداره النظافه في البلدية شدد على تكثيف الجولات الميدانية في تلك المناطق. في جوله ميدانيه تابع فيها وزير الدوله لشؤون البلديه ووزير الدوله لشؤون الاسكان والتطوير العمراني، شايع الشايع مستوى النظافه بالوفره الزراعيه مشددا على رفع المستوى العام للنظافه والتي تعاني من التردي في اغلب المناطق الزراعيه، كما استمع الشايع لمدراء اداره النظافه ووجه بتوفير النواقص من الاليات والعمل بشكل مكثف للارتقاء بمستوى النظافه في البلاد. طبعا تواجدنا اليوم في مزارع الوفره طبعا بما اني مسؤول عن الهيئه العامه للزراعه والثروه السمكيه وبلديه الكويت لذلك يتني انا شكاوي كثيره على النفايات وعلى كب النفايات وهنا اليوم نشدد الرقابه امانه على النظافه داخل مزارع الوفره حرصت حضوري الى مزارع الوفره مع اخوي مدير عام بلديه الكويت احمد المنفوحى. وبعض اخواني مدراء النظافه أه... اعطيناهم بعض الارشادات وسمعنا منهم شنو النواقص اللي عندهم لذلك هم بحاجه الى بعض الاليات بعض نواقص وراح نلبيها لهم ان شاء الله لذلك انا طلبي لاخواني اهل المزارع اهل الخيل ان يتعاونون مع بلديه الكويت من اجل يعني الكويت تكون نظيفه بصراحه يعني انا والله دخلت المزارع شفتها يعني أه... منظر غير حضاري لذلك أنا شددت على إخواني مدراء النظافة في بلدية الكويت أن خلال الشهرين القادمين نبي نشوف مزارع الوفرة وأيضا مزارع العبدلي وكبد انها تكون نظيفه باذن الله تعالى. في خطه عمل تنطلق من كل مركز يكون عنده خطه عمل خط سير للمعدات والاليات، توزيع العماله في المنطقه، حركه الكناسات، حركه المكابس في المنطقه راح يكون لها خطه عمل في كل مركز، يعني في الفتره السابقه للامانه كان في ضغط كبير على منطقه الوفره الزراعيه الناس متواجدين عدد كبير من الناس فانطلقنا في حملات مكثفة على منطقة الوفرة لرفع مستوى النظافة. التوجيهات أتت أيضا برفع مستوى النظافة إلى جانب الوفرة الزراعية أيضا مناطق شبد والعبدلي وخلال شهرين لتغيير الصورة المتردية للنظافة في المناطق الزراعية. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.